يقول كابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد: منهم من مخالطته كالداء، يعني كالمرض، وهؤلاء يختلفون باختلاف مراتبهم وأنواعهم وقوتهم وضعفهم. فكما قال رحمه الله: منهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن، وهو من لا تربح معه لا في دين ولا دنيا، بل لابد أن تخسر معه الدين والدنيا أو أن تخسر أحدهما. فإذا قويت مخالطتك له واتصلت به فهو الموت المخوف.